في هذه اللحظات تمت انطلاقة الشوط الخامس في المجموعة، هذا ثالث أشواط البكار انطلق بحفظ الله وسلامته الدوحة لسيد محمد بن صالح البديه في أول المراكز مع الدوحة، ثاني المراكز هذه شاينية لسيد سالم بن حمد بن جهويل المري في هذه اللحظات في ثاني المراكز، ثالث المراكز جبارة لسيد سالم بن حمد بن هران المري مع جبارة في ثالث المراكز، رابع المراكز أرى في هذه اللحظات تتسلل الدوحة لسيد محمد بن صالح أو هذه ريلام لسيد خليفة بن عبد الرحمن العبد الملك مع ريلام اتسلت مباشرة إلى ثالثة إلى ثاني المراكز، خامس المراكز هذه الشاينة لسيد محمد بن محمد بن سعد آل زايد مع شاينة في خامس المراكز، ولكن البداية من الجانب الأيمن الدوحة في أول المراكز لسيد محمد بن صالح البداية ريلام في هذه اللحظات أريام ويدعود ملكية أريام للسيد خليفة بن عبد الرحمن آل عبد الملك مع أريام في ثاني المراكز، ثالث المراكز الشاهينية للسيد سالم بن حمد بن جهويل المري في ثاني ثالث المراكز، ولكن أريام في هذه اللحظات استسللت لأول المراكز، والشاهينية الدوحة تعاود للسيد محمد بن صالح البدي والعصف البطان، والشاهينية واصلة للسيد سالم بن حمد بن جهويل المري مع الشاهينية استسللت مباشرة إلى ثاني إلى أول المراكز، والبداية في ثاني المراكز مع الدوحة محمد بن صالح البداية في ثاني المراكز، ثالث المراكز أريام للسيد خليفة سالم للسيد خليفة بن عبد الرحمن آل عبد الملك، ولكن بن جهويل، والنقطة الثالثة في هذا المهرجان هذه الشاهينية للسيد سالم بن حمد بن جهويل في أول المراكز، ما شاء الله مستوحش اليوم بن جهويل هذه الشاهينية في أول المراكز ومتصدر الوضع بكل أمان، هذه الشاهينية في أول مراكز تهانينا والنمط للسيد سالم بن حمد بن جهويل المري، ثاني المراكز الدوحة لسيد محمد بن صالح البديوي، الرابع ثالث المراكز وصلت أريام للسيد خليفة بن عبد الرحمن آل عبد الملك، التوقيت الزمني لهذا الشوط دقيقتين 13 ثانية 42 جزء من السنة، تهانينا والناموس للفائزين في هذا الشوط.